Salut mes chers élèves, كنتمنى تكونوا بخير. دونك الفيديو ديال اليوم لقيتكم انكم كاتبينوا لي بزاف لي كومونتير يعني عنده علاقه بالفي ديفير يعني كيفاش تعلموا تكتبوا في ديفير. دونك انا ما بقى لي والو ونسالي معكم الدروس ديال في ديفير وغنعطيكم يعني فيديو كيفاش نتوما تعلموا تكتبوا في ديفير راسكم يعني شنو هما الجمل اللي ممكن يمشيو لكم مع اي في ديفير كيف ما عطيتكم في الانترفيو كيف ما درنا في لافيش كيف ما درنا في لي ديطون بحال هكاك يعني جمل اللي اي في ديفير حطوا لك الاستاذ ما تلقاش مشكل. دونك هنا شوفوا معايا لو تيتغ ديال لاكتيفيتي قال لك ريداكسيون دان في ديفير ا بارتير دان كانفا. عطيونا واحد لو كانفا يعني عطيونا واحد الطابلو وحنا من خلاله غنصايبو في ديفير يعني كانفا غادي يعطونا المعلومات وحنا غنصايبو في ديفير. دونك كسؤال يعني تمهيدي كيلي لو بروجي دو سيت سيكونس هاد لا سيكونس هادي شنو هو البروجي ديالها يعني في الاخر ديال لا سيكونس خصني نعرف شنو خصني نعرف ندير. دونك برودوير ان في ديفير يعني البروجي كامل هو في الاخر كنتعلم شويه بشويه في الاول كنتعلم لي كاركتيرستيك ديال في ديفير لي كومبوزون المكونات باش كيتميز اخر حاجه خصني نخرج انني نعرف انا نصايب في ديفير راسي. دونك هنا شوفوا معايا التصويره كو ريبريزونت لوستراسيون يسولكم الاستاذ يقول لك شنو كتقدم هاد التصويره شنو بان لك هنايا كاين عندنا في التصويره. دونك هنا عندنا دي بيرسون اجي كي برين ان روبا دي بيرسون اجي يعني ناس كياكلوا وجبه روبا شي كيبان ليا. دونك نشوفوا هنايا جو روتيان باش نزيدو نفهمو نشوفو شنو المطلوب منا. دونك هنا قالك بو ريديجي كونفينابلمون ان في ديفير باش نصايب واحد لو في ديفير ا بارتير دان كانفا يعني ملي غادي نصايبهم من خلال واحد الكانفا كيعطوني واحد المعلومات وانا خصني نجمعهم يعني بحال واحد الريزومي ديال المعلومات ديال في ديفير وانا خصني نجمعهم. Répondre aux questions que le journaliste s'est posées pour écrire son article. Il y a des questions qui, il y a quoi, où, 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 quand, où, pourquoi. Il y a des événements qui sont les journaux. Écrire un texte court et cohérent. Donc, c'est un texte court, et cohérent. À partir des informations recueillies. Les informations qui sont les termes de l'Ocanvan, c'est le texte. شيرشي ان تيتغ انيسياتيف وندير عنوان الفي ديفير ديالي يعني انيسياتيف ولا شي عنوان كي اتيري اي ارغومون اغريمونتي ما برودكسيون باغ اون ايماج او ان ديسان اغريمونتي يعني غادي نضيف الفي ديفير ديالي واحد التصويره. دونك شوفوا هنايا معايا هنا قال لك ا بارتير دي زانفورماسيون فورني من خلال هاد المعلومات اللي عطاونا اللي كاينه في هاد لو طابلو سي دوسو جو ريديج اون كيلكو فراز ان في ديفير كويرون عطاونا واحد المعلومات انا نشدهم ونجمعهم ونصايب في ديفير. شنو هما المعلومات عطاونا او يعني عطاونا بعد المكان عاد نشوفوا شنو وقع. دونك هنا كرواتي يعني كرواتيا دون اون ديزان دو فيل دو باي يعني عطاونا المكان كون فوقاش ديمونش ماتان 19 اكتوبر 2003 يعني حنا نشوفوا شنو وقع ولكن فوقاش وقع هادشي نهار الحد يعني 19 اكتوبر 2003 هذا هو لا دات كوا شنو كاين دابا هو الحادث واش اكسيدون شنو وقع لا لو بلي غون بيتي ديجوني دي موند يعني اكبر فطور في العالم يعني كاين واحد الحادث اللي هو اكبر فطور يعني في ديفير ممكن تكون شي انسيدون اللي هي خايبه وممكن تكون شي حاجه اللي بيزار ممكن تكون شي حاجه قليل في كنسمعوها كي يعني هنايا كيعطيونا الناس كاين يعني شحال من واحد هنا كاين كتشوفوا يعني الرقم 30665 بيرسون اون بارتيسيبي ا ليفينمون يعني هما اللي شاركوا في ليفينمون كومون كيفاش يعني شنو داروا دي سيريال افيك دو ياغوت اي اون بوم يعني شنو الماكله اللي فطروا بها دي سيريال داك الحبوب افيك ياغوت اي بوم بور شاك بارتيسيبون كل واحد شارك في داك الفطور اشوتي افيك لارجون اللي تشرات بالفلوس دوني بار دي ميسين يعني هذوك بحال الكافي اللي تكفل بهم اللي كيساعد يعني واحد ليفينمون واحد الحادث يعني ممول. هنايا عندنا بوركوا هنا كومون شنو بوركوا تونير ايتابليغ لو ريكور دو موند يعني بغاو يحطمو الرقم القياسي دو بلي كغون نومبغ دو بيرسون يعني بغاو يحطمو الرقم القياسي ديال اكبر الناس يعني اكبر عدد كلاو يعني وجبه ديال الفطور لوغ بيتي ديجوني او ميم مومون اللي فطرو في نفس اللحظه يعني اللي في نفس اللحظه فطرو. هاد المعلومات نشدوهم ونجمعوهم على شكل حادث نقولوا النهار الفلاني في البلاصه الفلانيه ها شنو وقع ها علاش كنشدو هادشي وكنوليو نعاودو نقادو précédent le record antérieur date le 13 octobre 2001 lorsque 23 291 personnes
كونسومي دونك هنا كيعطيونا الارقام ديالو شحال من واحد كونسوما ايتترا دونك هنايا لا سورس دو لانفورماسيون مصدر منين خدم لينا هذه المعلومه هذه من لاجونس يعني الوكاله يعني هذه المعلومات منين جانا المصدر ديالهم يعني باش نعرفوا هادشي واش حقيقي دونك من لاجونس روتير دابري ليبراسيون لو 19 اكتوبر 2003 دونك دابا نعطيكم نموذج قال لك صايبوا بعدا عنوان ياك دونك انا هذا هو العنوان اللي اختاريت يعني العنوان اللي معروف لو بلو كرون بيتي ديجوني دو موند يعني هذا هو العنوان اللي كتشي اكسيدون كنكتبوا اكسيدون مثلا ا كازابلانكا هنا عطيتكم لو شابو لو شابو يعني كتزيد كتعطي معلومات عاد كندخلوا لو تيكست هو في الفي ديفير المكونات كتكون ليا بثلاثه لو تيتغ لو شابو عاد لو تيكست دونك هنا لو شابو كنعاود معلومات كنزيد اضافه اخرى لا كرواتي اورغانيز لو بلو كرون بيتي ديجوني دو موند اي انفيت دو ديزان دو ميلي دو بيرسون يعني كنعطي الحادث اللي بحال الغيزومي شابو دابا نعطيو النموذج ديالنا دونك هنايا ديمونش كتعاود الارقام هنا الرقم يعني ما كانش هذاك الرقم خصو يتصحح ديمونش 19 اكتوبر بلي دو دونك هنا تكتبوا داك الرقم اللي كان عندنا في داك الطابلو كرواط اون بري سيميلطانيمو يعني خداو في زمن واحد ام تي ديجوني يعني انا بديت نيشان بلادات وعطيت شنو وقع كومبوزي يعني منين كيتكون هذا الفطور هذا كومبوزي دو سيريال دان ياغوت اي دون بوم افان دي طابليغ علاش بغاو هادشي يعني انا جمعت داك المعلومات علاش ماشي غنكتبوهم مرتبين ماشي داكشي كيما عطاكم في الطابلو مرتب خصكم تقادوهم على شكل تيكست يعني تقاد على شكل فقره هكا يعني كويغون متناسقه تقدر تحيد شي حاجه تقدر تزيد شي حاجه من عندك تبدل الاسلوب يعني ماشي تشد داكشي فوتوكوبي وتجمعو افان دي طابليغ لو سيكون ريكورد دو بلو غون نومبر دو بيرسون يعني باش يحطموا الرقم القياسي ديال اكبر عدد دو بيرسون prenant leur petit déjeuner en même temps اللي خداو الوجبه ديالهم ديال الفطور في زمن واحد يعني كلهم في الصباح فطروا في وقت واحد يعني هذا كاين واحد لاكتيفيتي داروها دونك نكملوا selon les organisateurs يعني المنظمين au moins دونك هذا هو الرقم ديالنا اللي كان تما مكان 38665 personnes se sont pris en jeu يعني داروا واحد التحدي et ont déclaré avoir participé وقالوا انهم غادي participer يشاركوا à ce moment de dégustation synchronisée mais les résultats ولكن النتائج définitive يعني النهائيه ne sont pas encore publiées ولكن النتائج النهائيه مازال ما تبوبليتش يعني مازال ما تنشراتش لنا مازال ما عرفناش النتائج النهائيه Le premier record avait été établi à Taïwan, يعني الأول ريكورد هذا لو سيكون ريكورد يعني أكبر يعني تحت الرقم القياسي الأول داروه فين في تايوان لو 13 أكتوبر 2001 إي أفيغ ريوني وشكون دابا كيعطيونا الفرق الكومباريزون ما بين هذاك اللي دار في تايوان وهذا اللي دابا في كرواتيا دونك 23291 كونفيف يعني انفيتي ضيف كي افي كونسومي وشحال تستهلكوا ديال الحليب شحال ديال من هذه من كيلو شحال ديال الخبز دونك هنا اللي بغيت نقول لكم انا الفي ديفير اللي قال لكم اوزاتوني شي في ديفير من راسكم ما عطاكمش ني المعلومات اللي عليه اما تجيبوا شي حاجه بيزار شي مرا ولدت شي بلاصه شي حاجه اللي هي بيزار وغار في نفس الوقت ولا ممكن ديروا ايفينمون ديال شي حاجه وقعت لكم عندكم في الكوليج شي اكسيدون غوتي يعني شي واحد ضربات طوموبيل يعني شي حاجه اللي قريبه منكم ما تجيبوش على شي حاجه عاديه هكا دونك من بعد غادي نعطيكم انا نموذج كيفاش تكتبوا الفي ديفير ديال اكسيدون يعني جمل واجده تمشي لكم مع اي اكسيدون كانت اي شي حاجه تخفاف اللي غادي يثبتلو نديرو مثلا انسوندي حريق اللي يبغي الفي ديفير انسوندي انونداسيون المهم اي حاجه بغيتوها خلوها لي في لي كومونتير من خلالها انا غادي نكتب لكم يعني شنو نطلب منكم استاذ وانا غادي تكتبوا لي قبل اللي تعطوني قبل باش يعني مشيت لديك الساعه كتكون انت كتبتي لي ميساج مع 12 وانا مجوج ما كنقدرش نشوفه ولا ما كنقدرش نصايب ديك الساعه يعني خص ضروري نشوف الميساج قبل باش نوجد لكم وخليوا لي يعني الصفحه فين وصلتوا وبالنسبه للامتحان راه يلاه حطيت لكم البارح مراجعه شامله للدروس كاملين اللي مشتركه ما بينكم نتوما فرونسي او كوليج واللي كيقراو حتى اللي عندهم باركور حطيت لكم الجزء الاول يعني كاع الدروس مع التمارين مع التصحيح وعاد نشوفوا الجزء الثاني